إذا فتحت الحدود ما راح يظل هون، كلها بدها تطلع لأوروبا، لأنه وضع مأساوي هون. نحن جماعة ورانا عدو عيدحر فينا، وصلنا للحدود، وإذا إجا للحدود ما ظل مجال قدامنا غير ندخل تركيا، ومن تركيا على أوروبا. أي دولة نحسن نروح عليها بدنا نروح عليها، ما بدنا نروح، ما في قدامنا غير هالحل هذا. أن نظل هون قاعدين ما بنظل، على ويفتحوا لنا الحدود، بس فتحوها ما راح يظل هون. Situation is nothing short of dire. We have 1.1 million people who have been on the move. These are mainly women and children, 80% of them, and they've been displaced, forced out of their homes, not once, not twice, but three times or more. They've come with very little, and they absolutely need food, they need shelter, and most of all, they need peace. So the ضرب عطول كل ما صار الضرب منخاف. نرتعب يعني من صوته، والولاد بيخافوا أكتر شيء. لما بينزل مطر يعني نضل محبوسين بالخيمة، والمي حتى بتنزل علينا، الغراض بلاقيهن مي، الحرام مي، السفنجي مي، أي شيء، وطين. يعني الولاد يطلعوا برات الخيمة تعبوا كلهم طين وبحص وهيك مرضوا. يعني الولاد عطولهم مرضانين وقحة ورشح، من جو الخيام من أشي وما بنعرف.